صلاح. طيب استاذ صلاح اتفضل. استاذ صلاح يا باشا سام اهلا بيك. حضرتك يعني من قريه شباب خارجين تبع بلطيم. شباب خارجين بلطيم قريه اسمها قريه المستقبل. المستقبل فين دي؟ تبع البرولس. في البرولس تمام. اه كفر شويه. ايوه احنا عندنا ترعه، انا على الترعه بتروي حوالي 1000 فدان، حوالي 25 حوشه. ماشي ماشي. الترعه ديت منسوبه واطي خالص، يعني منسوبه اوطى من الترعه الرئيسيه بكتير. منسوبها واطي في الميه ولا الارض بتاعتها اتطهرت كذا مره فوطيت؟ الارض عشان اتشالت كذا مره من المحجر وطيت، والترعه منسوبها واطي. اه الكركات لما طهرتها كذا مره بقت المنخفضه قوي. الكركات يا باشا سامح. امال ايه؟ كان في محجر، كانت الارض عاليه وجه المحجر شالها تبع الدوله من زمان. اه وقت منسوب الارض ومنسوب الترعه. ايوه الترعه بتيجي في الشتاء بتطير، واحنا كل ما نسدها بتطير. في المصرف في الخلق. تمام يا حاج. واحنا كل ما نروح الجمعيه ونقول لهم عايزين حل، نعمل حل زي من الترعه ديت، يقولوا لنا لموا من بعض واعملوا. طبعا الناس ما حدش بيقف مع حد، انت عارف. وهنسيب الميه تروح على المصرف، ودلوقتي النهارده الميه اعلى من الاراضي بمتر. هي بتخدم يعني هي بتخدم 1000 فدان. فترعة فرعية تخدم 1000 فدان، بتخدم 20 حوشة، الحوشة فيها 100 فدان، فيها 5 فدادين. يعني غير الرئيسية الكبيرة بتاعتها. طيب يعني ما هو حتى مدير الجمعية مش قادر يجمع الناس دي ويطالبهم. أنا كنت معاه النهاردة مش أستاذ سامح، بقول لي أنت روح لم من الناس. طب أنا هروح ألم من الناس، الناس أصلاً ما حدش بيعترف لحد ولا حد بيعبر. طب هم مش متضررين من مصلحتهم إن الترعة يبقى فيها مية؟ ما هو المفروض إن هو أول واحد يجري على إن هو يصلح الوضع ده الفلاح اللي موجود في المكان. المفروض الفلاح ما فيش حد بيجري النهارده. طب ما معنى كده ان هم ما عندهمش مشكله؟ هم لو عندهم مشكله كانوا جري وراك انت وقالوا لك تعالى علشان نشوف حل. يعني حتى الصرف النهارده الماسوره اللي معديه على الصرف كبير مكتومه برضك ما فيش حل. الميه والله اعلى من الارض عندنا بمتر، مش عارف نزرع الارض. طيب حاضر، انا هتابع مع السيد وكيل وزاره الزراعه ومدير التعاون عندك من خلال فريق الاعداد زملائي، وهنشوف تتحل ازاي. تيجي لجنه تعاين ونشوف الحركات. هي لا حلين، الحلين موجودين بس عايزين الجمعيه تعمله وتحطه على الفيش مش اكتر ولا اقل. ايه الحلين؟ هي تحت يعمل لها صور خرساني بحيث ما تطيرش من تحت، ويتعمل عليها بابا من فوق. العمل ده تكلفه حوالي 5-6000 جنيه. طيب. بس تتحط على الفيش، لان انا ما اقدرش اعمل العمل دي لوحدي، لان انا حلت على قد. انت عارف انت بتتكلم في حاجه غريبه جدا. ازاي يا باشمهندس؟ هقول لك ازاي. احنا دلوقتي زمايل في مكان. ايوه. والارض دي بتاعتنا. وحصل مشكله مهددانا كلنا في اكل عيشنا. ايوه. صعب قوي ان واحد يتحرك والباقي قاعد يتفرج عليه. مع الناس لحد انت فاهم الناس، يعني كل واحد في ناس. ما هي ارضه برضه. انا فاهم ايه؟ انا فاهم ان الفلاح بيحب ارضه، بيحب مصلحته. ايوه. اللي انا فاهمه، اللي اتعلمته وتعودت عليه، ان انا بشوف الفلاح اكتر واحد بيجري على مصلحته، وهي مصلحه البلد مش مصلحه شخصيه كمان. هو ما بيحب ينتج. طيب اقرا عشان ربنا يرضى عليك، بس انا بتناعش منه. طيب انا هتابع لك الموضوع ده مع التعاون بحيث نشوف حل ونشوف طريقه. بالله عليك والله انا الارض معايا فزرع ارض. حاضر. لا انا الصرف النفسي اعلى من الارض بنص. انت زارع ايه دلوقتي؟ عندك ايه في الارض؟ انا الارض دي هتبوظ من الميه. لا مش هتبوظ ان شاء الله. مش هتبوظ ان شاء الله. حاضر. اللهم لك الحمد.